إنه حلم تحقق وأتحرك شوقا لبدء مستقبلي هنا. انضم جارث بيل إلى صفوف ريال مدريد كأغلى لاعب على مر العصور. انتقل النجم الويلزي من توتنهام إلى العملاق الإسباني مقابل 100 مليون يورو، حيث سيتقاضى 350 ألف يورو أسبوعيا. سعيت لتحقيق حلمي طوال حياتي، لطالما أعجبت بكرة القدم الخارجية وتحديدا الإسبانية. أعتقد أنني حققت حلمي الذي راودني منذ الصغر والمتمثل بالمجيء إلى هنا، ولا يمكنني الانتظار لبدء مسيرتي هنا. إنه أكبر ناد في العالم ونود حصد جميع الألقاب الممكنة، لذا شكلت المشاركة في دور الأبطال عاملا أساسيا لمجيئي إلى هنا. إنما الأهم هو التتويج بالألقاب، وهذا ما حفزني للانتقال إلى البرنابيو. رحيل بيل شكلت خاتمة سعيدة لدراما طبعت سوق الانتقالات. كسر الريال الرقم القياسي لأكبر صفقة في التاريخ والمسجلة سابقا باسم كريستيانو رونالدو زميل بيل، والذي انتقل إلى الفريق قادما من مان يونايتد في العام 2009 مقابل 94 مليون يورو. بالنسبة لي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم، شكل عاملا أساسيا لمجيء إلى هنا. أعتقد أن الفريق يضم كوكبا من النجوم العالميين، بيد أنه دون شك أفضلهم. إنه لفخر عظيم أن ألعب إلى جانبه، آمل أن أتعلم منه. سنشكل فريقا رائعا سعيا لحصد جميع الألقاب الممكنة. بيل سيعطي الميرينجي بعدا آخر بغية عودة الفريق على سكة الانتصارات.